تشوف مين اللي هيشوط اول الكرات. والناس بتقول يا رب يا رب. ضربه جزاء هيلعب الكوره ولكن الكوره حلوه قوي بيلعبها بثقه عاليه ابراهيم شعبان فعلا يلعب الكوره حلوه قوي على الارض على يمين الحارس مهند اياب ابن بورسعيد لعب الكوره حلوه 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 اول ضربه جزاء لفريق سمير كمونة هيلعب الكوره ويلعبها محمد حسن رمضان ابن الدهليه على يمين الحارس حلوه قوي هيلعب ضربه الجزاء الثانيه يلعب الكوره حلوه المعتصم بالله طارق ابن الجيزه بيلعب الكوره حلوه قوي بثقه عاليه بثقة عالية ما يقدرش يعمل لها حاجة الحارس لأنه شايط الكورة واخد قرار التصويب مظبوط هيشوط الكورة زياد محمد ابن المنوفية زياد هيلعب الكورة على الصاوي زياد ويلعب الكورة حلوة زياد اللعيبة طاف النص ستريسك قوي يا كابتن اه طبعا بيلعب الكورة ويحرز الهدف ليه فريق مدحت فقوسة اللي بيقوده سمير كمونة عمرو ابراهيم ابن اسكندرية داخل يلعب الكرة ويصد الكرة مهند ايهاب ابن بورسعيد حلوة قوي بالحارس ريفلكس عالي قوي من الحارس هي الكرة قريبة منه هو كمان هيطير لكن هو بثبات انفعالي ما خدش بقى اندفاعه لآخر الزاوية لو طار بكامل جسمه الكرة دي تدخل هدف هيشوط ضربة الجزاء لسمير كمونة أمز اللاعبين مهند مختار أشواحي هو بيصد الحارس كنت لسه بتقول ايه؟ كنت لسه بتقول انا كنت قاعد بدعي له والله العظيم البنالتي اللي في نص الجول بحس اصعب حاجه ان لعيب يلعب ماتش كويس وده ضربه جزاء الصاوي حارس المرمى بيشيل الكوره كويس قوي محمد الصاوي بيشيل الكوره ادي الصاوي مسك الكوره بثبات عالي قوي محمد حسن الجمل ابن دمياط هو اللي هيشوط ضربه الجزاء ابن دمياط يوه عملها حلو قوي ابن دمياط عنده مهارات عملها حلوه ركن الكوره في نص المرمى بالظبط صعبه الكرات دي لان الحارس بيروح على زاويه كوره صعبه قوي من فوقه اهي نص الجول بالظبط هيشوط الكوره عبد الله اسلام ابن دمياط الجديده يدخل مع الصاوي يلعب الكوره على يمين الصاوي ولاد دمياط عندهم مهارات لا شايط في الضمانه يحرز الهدف لعب الكره حلوه ركنها حلوه قوي احمد سيد هيلعب الكره احمد سيد ابن البحيره حلوه قوي في الزاويه 90 اليمين صعبه عاليه قوي بقول لك يا كابتن هيجيبها منين دي صعبه قوي ودي اصعب هو اصلا اللي صعب يعني الولد اصلا مش عارف ياخد الكره ده ازاي صعبه الكره على مهند صعبه في الزاويه 90 في المقص اليمين من ابن المصريين بنشوف مهارات من اول وجديد هيشوط حازم هو والصاوي حازم بيلعب الكرة حلوة يا لعيب حازم محمود ابن المنوفية بيلعب الكرة حلوة قوي بيركنها على شمال الصاوي ابن المنوفية هايلة محمد هاني ابن اسكندرية هو اللي هيشوط الكرة على مهند ايهاب ابن بورسعيد يخش ابن اسكندرية يلعب الكرة في الخارج وبره
ايه الحماس ده؟ ايه الحماس ده؟ النهارده يوم الحماس. مؤمن شريف هو اللي هيدخل. مؤمن شريف مع الصاوي. مؤمن شريف مع الصاوي. مؤمن شريف ويفوز فريق سمير كمونة. كابتن بيقول لا ولا لسه؟ لسه لا لسه. لانه لسه. شاط من غير ما الحكم يصفر. هتشوف. ايه ايه كابتن 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 سمير كمونة يخرج عن شعوره وينزل لارض الملعب. انت مصفر الماتش خلص يا كابتن. الله يكون في عون الحكم. لا ما صفرتلوش يلعب يا كابتن. ده بنالتي وفي ناس ما بتصفرش. الماتش خلص يا كابتن وجاب جون. ترجعه تاني يا كابتن. خليه يضيع يا كابتن. اللعيب حط الكوره وراح شاط الكوره بسرعه من غير اذن الحكم. ساب الولد يرجع او اللاعب يرجع للاخر واداله فرصه وقرب وشاط وجابها جون وهو واقف وما صفرش. طب ما صفرش ليه؟ هو لازما ياخد اذن ان انا اصفر له. أنا ما صفرتش. أنا بعتذر للحكم لأن أنا كنت منفعل. دراما دراما دراما. هيعيد الكورة مؤمن شريف. أوه الحارس. مش معقول المباراة دي. إيه المباراة الحلوة دي؟ سيد فهمي ابن هنا. سيد 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 يلعب الكرة في القائم. سيد لا 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 حطها في العارضة. ضربة الجزاء حمزة جيتان هو اللي هيلعب الكرة. حمزة على محمد الصاوي. حمزة حمزة يا ابن اللعيبة. ويفوز سمير كمونة بكرة مضمونة.